السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ الفيديو ده عاوزه اعمل فيه ماسك الفحم. ماسك الفحم هو منتشر جدا بقاله فتره طويله، ليه فيديوهات كتير، فانا عايزه اعمله واشوفه هل فعلا يستاهل المدح ده ولا لا، هل فعلا هو حلو ولا لا، لان انا بعمل خطواته بس الفرق ان انا هحط فيه الفحم. فانا هعمله دلوقتي وانتوا هتشوفوه معايا. طبعا انا وشي نظيف، مش حاطه اي حاجه، حاطه كحل بس علشان خاطر احطه على نظافه. فتعالوا بقى معايا شوفوا انا هعمله ازاي. المكونات اللي انت هتستخدميها هم حاجتين. اول حاجه هتجيبي جيلاتين من عند العطار، وهتجيبي من الصيدليه برشام اسمه اوكربون، هو برشام الفحم او حبوب الفحم، فممكن تكون في ماركات تانية مش الاوكربون بس، فانت تطلبي من الصيدليه برشام كربون او برشام فحم. هتاخدي 2 او 3 زي ما انت عاوزه، وبعد كده هتطحنيهم. وبعد كده هتضيفي عليهم مية دافية، وبعد ما تضيفي المية الدافية تبدأي تحطي الجيلاتين، وحاولي ان هو ما يطلعش تقيل قوي منك. لو تقل شوية ممكن تزودي كمان شوية مية دافية. هتبدأي بقى توزعيها على بشرتك زي ما انت حابة، عايزة تحطيها على بشرتك كلها او على مناخيرك بس الحتة اللي بيبقى فيها الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. انا بشرتي علشان حساسة مش هقدر احطه في بشرتي كلها، فبحطه بس ناحية مناخيري. واسيبه لحد لما ينشف. انا هسيبه كده 10 دقايق ربع ساعه او لحد ما ينشف، ما اعرفش بقى هياخد وقت قد ايه. ما ينفعش اشيله وهو طري كده، لازم يكون ناشف. هو جيلاتين، ماسك جيلاتين عادي اللي انا قلته لكم من كام سنه، بس هشوف بقى ترى فعلا الفحم عمل حاجه او هو فعلا هيفرق. انا عارفه شكل النهائي بالجيلاتين بس، لكن هنشوف بقى في الفحم ايه الامر. خلاص كده عدى زي تقريبا ربع ساعة، هشوف بقى شكله عامل ازاي ونشف خالص. مش عارفة انتوا كده شايفين كويس؟ الكاميرا تمام، متظبطة تمام، بسم الله. بصوا، هو زي ماسك الجيلاتين بالظبط، تمام، هو لان هو جيلاتين بس. الحلو في الاسود ان هو بيبين لك بالظبط ايه اللي طلع من المسام عندك. ف يمكن لما بتبقي عامله جيلاتين بس بيبقى مش باين بالظبط ايه اللي طلع. فانا دلوقتي هعمل لكم زوم واوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا ده شكلها من قرب، شايفين اي حاجه لونها ابيض ده كان طالع من المسام. بصوا بس، هي دي تجربتي مع ماسك الفحم. حلو ومش وحش، بس هو حلو علشان الجيلاتين زي ما بقول لكم. اتمنى يا رب يكون الفيديو فاتكم، وانا انصحكم بيه في الحتت اللي فيها رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء، فعلا هيطلعها لك بشكل حلو وهتشوفي بالظبط ايه اللي طلع فيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.